أكبر الله أكبر هشام أكبر هشام أكبر صحابي حر هشام أكبر صحابي حر نذكره كامل انه في شهر اوت 2022 شهر مارس 2022 العصابة الحاكمة في الجزائر جعفت وتقلقت على اسبانيا واستدعوا سفيرهم اللي كان سعيد موسي في مدريد وقالوا ادخل في مارس 2022 اليوم سعيد موسي راهو سفير في باريس ما فهمش هذا في شهر اكتوبر نهاية اكتوبر تعلن العصابة الحاكمة في الجزائر عن تجميد اتفاقية شراكة والصداقة يعني شي مكان يخلينا ننتظروا هذا يعني برودة العلاقات يعني تدهور العلاقات حتى شيء وعلاش تنواو كما نقولوا علاش تنواو جماعة العصابة أنا خطراش قال لك حكم بيدرو سانشيز بيدرو سانشيز كان بعث بريا الملك تاع المغرب يقول له انه الحكومه الاسبانيه تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربيه خلاص هذا ما يقول له يعني يقول له اعترف باهميه قضيه الصحراء الغربيه بالنسبه للمغرب والمجهودات الجديه وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مرضي للجميع يعني وإسبانيا تعتبر أن المقترح المغربي للحكم الذاتي المقدم سنة 2007 يعتبر قاعدة جدية ذات مصداقية وواقعية لحل النزاع لحل المشكلة وش فيها عيب هذه وش فيها ما يحرج الجزائر وش فيها ما يحرج الجزائر شايف انا اتنوى وزعفوا وتقلقوا وعيطوا السفير ديالهم قال ارواح وزادوا بعد ايامات مات وقال لك ايا نجمدوا هالاتفاقيه تاع الصداقه والشراكه مع اسبانيا وزيد يعني باش يتحجوا وحاش يعني بر موقفهم قال لك كيفاش سمانه من قبل بيدرو سانشيز تكلم مع تبون وما قالوش اللي راهو راح يبعث بريال الملك يقول له هذا الكلام كيفاش اسبانيا يلزم تخبر تقول لك اني راح نبعث الملك المغرب بريا ورمضان عمامر يقول لك انايا كنت تلاقيت مع سفير وزير الخارجيه الاسباني وما قاليش يقول لك شكون انتم مع رايه انتم فيوال انتم حنا يقدركم جاي لاسبانيا تقول لهم علاش ما تقولولناش بلي رايحين تعترفوا ولا تأيدوا هذا المقترح ولا هاي فرنسا قالها غير كيما زاد عاودها وكررها ممثل فرنسا في الامم المتحده قالها ها وعاودها ما عادش ما زعفتوش على فرنسا الامريكان
ما أيدش مقترح حكم الذات، راح أبعد، أعترف بمغربية الصحراء، راح أبعد من مقترح الحكم الذات. قال أنا يا نستعرف مغربية الصحراء ونفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية المغربية، وكاين مستثمرين أمريكان راهم ما شاء الله داخله في العيون باش يستثمروا. علاش ليس بمزعف تاع الأمريكان؟ عنده سفيرة دايره شي كور في الجزائر، دور عليهم بالواحد ضرب الباب برجلها وتدخل. اي نعم، تضرب الباب برجلها وتدخل، ما خلات والي، ما خلات مديري صحف، ما خلات قائد اركان الجيش، وما خلات رئيس جمهورية، تدخل كيما تحب. سكت سكت يا حلف. ليش ما تحتجوش على الملكة؟ عظيم. ومن هي بدات فيها فتور في العلاقات الجزائرية المغربية الإسبانية، و سلطة العراية، عصابة العراية، يقول لك البرية اللي بعثها بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية لملك المغرب، قلت فيها الكلام اللي قريته، هذه أفقدت إسبانيا دورها التاريخي في القضية الصحراوية، وبالتالي ما بقاتش هذاك يعني الناشط التاريخي منذ 75 اللي يتحاور مع كل الأطراف، البوليزاريو، المغرب، الجزائر، وموريتانيا. نفقنا باللي يعني الجزائر تعرف ويحكي معاها بيدرو سانشيز. ايوه مبروك، لانه الى حين الان الجزائر ترفض تدخل في الموائد المستديره المبرمجه من طرف الامم المتحده في جنيف، وتدعي انها ليست تعرف. معروف ان البوليزاريو تاكي باش ابراهيم غادي يحبس بيجاما ديالو تليفون يتزير، قلنا نقدر نمشي بيجاما وروح نرقد. اي نعم، هكذا صوت اللي ماشي غير ابراهيم غادي حتى تبون باش يلبس بيجاما ياكل شنقي ريحه، قلنا نقدر نلبس بيجاما ديالي نروح نرقد. هكذا الجزائر راهي فونكسيوني. المهم يعني قلنا دونك الجزائر عايت السفير تاعها وما زادت شردته لليوم، وزادت جمدت اتفاقية الشراكة والصداقة اللي كان ضابها مع اسبانيا في 8 أكتوبر 2002، والتبادلات التجارية حبست، وفي الجزائر عادوا ما يقدروش يديروا لي كاليدونديتي بيومتريك لي بيرم بيومتريك على خاطرش المادة الأولية جيبوها من اسبانيا. المهم ابقات هاد الخيصة مادة، شافوا العصابة شاف بلي ما نجحت والو، ما نجحت والو، يعني كل حسابات ديما يخرجوا لهم فلوس، يخرجوا مبوزين كل حسابات تاعهم. 19 شهر ما ربحوا والو، خاسرين. اي بوي كلهم شاريين في اسبانيا العقار، مديري صحف الانبطاح، اي نعم شاريين في اسبانيا، وزراء شاريين في اسبانيا، الجنرالات المجرمين هذاك حسين بولحية وناصر الجن ولادهم ونساهم عايشين في اسبانيا، حسين بولحية
نصر الجن وولادهم ونساهم عايشين في اسبانيا، ما يتيقوش في الجزائر، ما يتيقوش النظام اللي راهم يخدموا فيه، ما يتيق كلهم ولا واحد تايق في مستقبل الجزائر من تبون وروح، ولا واحد عنده ثقة في مستقبل الجزائر. يقول لك نجيو نخدموا احنا، يروحوا خلوا الناس يعني ثقة في مستقبل الجزائر يخدموها. المهم بعد 19 شهر تكاكاو وبداو تحركوا. الاتصالات الأولى في الدورة 72 لجمعية الأمم المتحدة، لاقاو مع الإسبانيول وبداو يرتبوا، و عندها هدر تقريب 10 أيام 15 يوم، بعثوا رسالة طلب اعتماد السفير عبد الفتاح دغموم، هذا كان سفير في غينيا، عبد الفتاح دغموم، قال طلبوا له الاعتماد، عم يستناو يعني. ومن بعد اسكو بيدرو سانشيز تراجع؟ ما كانش يستناو بيدرو سانشيز يخسر. تصور عصابة الحرام تأيد في اليمين المتطرف باش يفوز بالانتخابات في اسبانيا، كما أيدوا اليمين المتطرف في ايطاليا. تصور هذه العصابة وشن السياسة عندها، كانت بكري دائما تمشي مع الأحزاب اليسارية، الجزائر كانت تمشي مع الأحزاب اليسارية في أوروبا، دوك كلها تمشي مع اليمين المتطرف. ولكن بيدرو سانشيز ماغري خسر في الانتخابات، ولكن الحزب اللي فاز بالأغلبية متحكم عليه باش يدير يعني التحالف مع حزب بيدرو سانشيز، وبيدرو سانشيز هو اللي خدع رئاسة الحكومة. دونك الحسابات تاعهم خرجوا فارسو، تمام، خرجوا فارسو، عاودوا هبطوا وذنيهم وهبطوا روسهم وعادوا إلى إسبانيا مطقطئين الرأس. يعني مطقطئين الرأس، طقطوا رأسهم، حطوا الرأس. هذه دبلوماسية، هذه دولة محترمة، لكن ما تبقاش دولة في الجزائر، لا دبلوماسية ولا دولة محترمة. هذه هي الجزائر، الجزائر اللي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي قاعدة ترتكب في جريمة نكرة، جريمة بشعة، جثة راجل لليوم الصيف لليوم راهي مطيشة في لامور في مستشفى جزائري، ما يحبوش اليوم ما اللي يدوا جثتهم ويروحوا يدفنوا ولدهم. مجمن هكذا ما كانش يا ولد الحرام. شوفوا هذا بالتفصيل بعد الفاصل. الله اكبر، الله اكبر، هشام عفور، هشام عفور.